كان ما كنتش عارفة بأن الزجاج المعتم في السيارات أو لفيتر فومي ما كنتش عارفة بأنهم قانونيا ممنوعين. كيفاش وعلاش؟ الجواب مع الأستاذ محمد جمال معتوق. دكتور صباح النور. صباح الخير سميرة. زجاج معتم ممنوع قانونيا، متفق معي؟ أكيد، وتشكل مخالفة ماشي هو بوحده، هو مثال من الأمثلة. وكلما يشكل حاجز باش تكون عندك شفافية وتقدر تمكن وتدبر وتسير وتحرك وتصرف داخل السيارة ديالك، كل ما من شأني أن يجعل هذا صعبا فهو يعتبر مخالفة. ليك السائق ولا للغير؟ لا ليك أنت السائق، أنت السائق أنت. والمثال اللي أعطاه المشرع هو تيقول لك وضع أشياء غير شفافة من الداخل أو من الخارجي. ما معنى غير شفافة؟ ماشي غير الزجاج المعتم، حتى إذا كنت غادي بسيارة تجارية ودير أنا كارتونات بزاف معمرهم اللور وما عنديش الرؤية في اللور نهائيا، إذن هذه مخالفة. جاي دير الرزم ديال الحوايج كنبغيو نسافروا وكنديروا الحقائب ديالنا والسواكش والرزامي واللي عنده شي حاجة كيدير لها كيلوح اللور ما كتبقى تبان له شي حاجة، ما حق الدركي أو الشرطي يدير لك مخالفة. إذن علاش؟ حيت ما عندكش واحد الرؤيه ملي كتشوف المراه ديالك ما كيبان لك شنو كاين اللور، وهذا كيعرضك انت للخطر وتعرض الاخرين والغير للخطر. صحيح. اذن والمثال اللي عطينا بالضبط واللي كيعيشوه الناس بزاف واللي كيتسالوا بزاف ديال الناس، يقول لك انا ما فهمتش بوليسي توقفني وهو براسو طوموبيلته الزوجه ديالها معتم، كيدير لي انا مخالفه وكيركب هو في الطوموبيل ديالو فيها هذاك الزوجه المعتم داخل في لاكارت غريس، تيكون داخل في لاكارت غريس. لا تنقول لك ملي تنتكلموا على المخالفه من وضع، واش انا وضعت ملي كنجيبها من السياره من الاصل ديالها هكاك؟ انا لم اضع، وبالتالي لازم ينطبقي عليه هذا النص. اذا انا تنقصدوا هذوك اللي كيقبض السياره ديالو وكيمشي لواحد المنطقه معينه، ها كاين بزاف في المغرب، وكيدير هذاك ميكا. هذه ولكن العائق دائما كاين. لا العائق دائما كاين. لا لا كنت درت انا ولا ما درتش انا العائق كاين. لا حنا تنتكلموا غنجاوبك على السؤال ديالك. اولا ملي كدار في الاصل عند صانع السياره ما كيديرهاش لان عنده معايير دوليه ديال السلامه، ما كيديرش واحد التعتيم الذي يجعلك في حاله صعبه في السياقه ديالك. كيديرها خفيفه. هنا فين تبقى نهضروا على نسبه مئويه، واش 25% واش 30 واش 50%. اما الناس اللي كيديروها عاد كيلصقوها فهذا كيتشرى هذاك اللاصق، واحد اللاصق اللاصق اللي كيتشرى هذا كيكون معتم بزاف. اذا ملي كنديرها ظلام يعني صافي درنا الخوامي ايش على التلفازه وجلس وتصبحوا على خير، ظلام كيرجع. اذا ما كيمكنش نشوف انا ونزيدك من غير الشفافيه والسلامه ديال السائق، حتى مساله امنيه انا كشرطي كدراكي ملي كدوز حدايا في السياره وكان شنو هاز وكيكون عندي واحد السد قضائي يعني بالفرنسيه باراج، راه خصني ندوز حدايا خصني نشوف شكون اللي كاين في السياره، خصني نشوف شنو موضوع في السياره، واش كاين شي واحد ناعس، واش كاين شي جثه، واش كاين شي مخدرات، واش كاين اسلحه، واش كاين شي حاجه مشبوه فيها، واش كاين شخص نبحثوا عليه. هادشي كله خصني يبان لي في السياره، واش انا بخاف اي سياره داز خصني نقول لهم هبط الدجاج حل البيبان؟ ها واخا. واش كاينين حالات دكتور اللي تيتسمح فيهم الزجاج المعتم؟ ما كاينش حالات من غير إلا السيارات يعني. إلا السيارات اللي كيجيو من عند الصانع هكاك، لأن المخالفة أو الجريمة من وضع أو وضع، أنا لم أضع، والجريمة شخصية. ما معنى شخصية؟ من ارتكب هو الذي يعاقب في الجريمة، دائما اللي ارتكب الجريمة هو اللي تيتعاقب. اذا في هذا النطاق في هذا المنطق الا تبعنا هذا المنطق، انا كريت سياره معتم الزجاج ديالها ماشي انا اللي درته. لا المخالفه راه ما كتبعنيش انا، كتبع السياره. المسؤول المدني ديال السياره صاحب السياره هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه. يعني ملي كنعطيك نعطي البطاقه الرماديه، دونك البطاقه الرماديه اي، وكتمشي طبعا المخالفه لصاحب السياره اللي هو المسؤول المدني. دكتور سمعت بان المخالفه تتراوح ما بين 2000 حتى 4000 درهم، واش بالنسبه للزجاج المعتم ولا شي واحد تاهو شحال قلتي؟ 2000 و4000 درهم. هادشي خصنا لا 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 غير 300 درهم، غير 300 درهم صح. ولا خلصتي حالا كتخلص 150 درهم. واخا نفس الحاجه تتنطبق على اللي داير زجاج معتم او اللي حاجب الرؤيه. اي نفس المخالفه واحد نفس حيت نفس الفصل. لا الريدو تيمكننا نزولوه، يعني الستار تيمكننا نديروه حيت كاين الطوموبيلات اللي فيهم هذاك الستار. لا هذاك ملي غنكون في ظروف كتحجب عليا الرؤيه ما عندي ما نزيد فيه. ولكن بيني وبينك
الهاجس اكثر امني من سلامتي. بيان سور. لان انا كشرطي ما غنقبلش دوز عندي بالسياره ما كنشوف شكون شنو فيها. والا انا ما بقيتش شرطي. راه الهاجس ديالي هو الامن ديال البلاد. انا كشرطي مثلا نتكلم على شرطي يعني اي انسان عنده المهمه والمسؤوليه ديال الامن ديال البلاد. اذا خصنا نعرف شنو خاصه كنكونوا في ظروف استثنائيه كتعرف عمليه ارهابي عمليات ارهابيه وفي هاد بين قوسين تنفتحنا قوسين وتنبغي يعني نحيي رجال الامن اللي شحال من مرات وجهدوا من عمليات علاش بحال هادشي هذا اللي طبعا كاين طرق اخرى ديال الشغل ولكن منها هاد الشفافيه اننا نجي مغطي لي الجاج ديالك ما عرفتش شكون اللي كاين في ديك السياره. لا ربما استاذ يعني العائق تيكون حتى بالنسبه للسائقين الاخرين يعني انا مثلا سائقه وقدامي السياره اللي دايره الزجاج معتم ما تنشوفش اللي قدامها ولا بعد الخطرات حتى الاشارات المرور تتحجبهم عليا. اكيد دونك العائق ما تيكونش غير السائق بوحديته لكن يعني المواطنين الاخرين كاملين. اكيد حتى اللي باش كنقولوا كنعرضوا السلامه ديال الغير ايضا للخطر هو بهذه الطريقه هذه لان انت ملي كتكون قدامك جوج ديال السيارات راه تيمكن لك من خلال السياره اللي قدامك تشوفي الاخر واش راه وضع رجليه على الفرامل ولا لا وتتستعدي للفرامل تشوفي واش كاين شي مشكل في الطريق من خلال الزجاج ديال السياره اللي قدامك. اذا هذه النقطه هذه باش نرجعوا لها هي من وضع او وضع شيء غير شفاف من الداخل او من الخارج ان الزجاج المعتم هو فقط مثال اما اي شيء اللي يمكن له يديره راه حيت ما يمكنش كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا غادي بالباكاج ديال الصفر ديالهم تقول لك انا تعدى عليا لا راه ما تعداش عليك لان جبتي الرؤيه راه تنبغي نقولها في المغرب البوليسي ما كيتعداش يعني المبدا والقاعده عندنا في المغرب هو ان الشرطي كيحترم المهنه ديالو اكيد وراه كانت شي ما ينزلش عليك الباطل كنقدروهم اكثر هما فهمتي ما ينزلش عليك الباطل عنده مصداقيه وكاين استثناءات اللي كتكون هناك تعسفات فمونتيسكيو كيقولها في, 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 في روح القانون في الكتاب ديالو تيقول لك اي شخص عنده سلطه ونفوذ فهو مطالب واحد النهار انه يتشطط ويستعسف في استعمال ذاك السلطه. الحارس في العماره الا دخلت يوم قلت له السلام عليكم سيدي لاباس كلشي بخير انا غادي عند السي لا ما ديتيهاش فيه ودخلت يقول لك اي فين غادي فين كيقول لك انا هنا انت كيفاش انت تتجاهلني وداخل فحراك شرطي ملي كيبغي يطبق القانون وكيكون كيسهر على تنظيم السير راه تيخصو يعرف شكون اللي داخل شكون اللي خارج ويشوف السلوك ديالك كيفاش داير ويشوف واش السياره ديالك عامره بهذه الفصل اللي كينظم هذه النقطه هذه هو الفصل 92 من مدونه السير. واضح واكيد ان الناس غادي يفهموا بحالي انا ما كنتش عارفها بان هذه القضيه يعني ستخرق القانون فالزجاج المعتم ممنوع منعا تاما هو كل ما يحجز الرؤيه بالنسبه للسائق والاولى السائقين اللي معاه في الطريق. فشكرا لك دكتور محمد جمال مسوق نتلاقاو الاسبوع المقبل باذن الله. لحظه غادي نمشيو عند وئام مقتاد في دي اي واي.